المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقد اجتمعت النعمتان لهذا الرجل. إنه طبيب في قمة المجد، وأب لفتى وفتاة، يطيب إلى جوارهما العيش ويسعد القلب. ولكن مهلا لا تحسدوه، ففي جنبه شوكة وفي كأسه كدر ومرارة. اتأخرنا قوي يا بابا. لسه بدري، انت بقالك زمان ما فسحتناش. انا نسيت اقولك ان الدكتور عادل معزوم عندنا على العشاء. صحيح والنبي، يلا بينا. اشمعنى دلوقتي؟ لا لسه بدري يا بابا، احنا لسه ما اتفسحناش. بس ما يصحش يجي ما يلاقيش حد. يلا يلا احسن استقبله الحاكم العسكري. يلا يا بابا. بقى يا اولاد ناخد اجازه ساعه من الحاكم العسكري عشان نشتري جزء، نقوم نغيب 3 ساعات. الباسبور متعلم عليه لحد شارع فؤاد بس. انا حاب. طب وحياه بابا ما ناخدك ثاني مره في حته. بس يا اولاد خلينا في الجد، احنا لازم نقف في يد واحدة امام الخطر المشترك، ولازم نتفق ونشوف حجة وجيهة نقول عليها هي اللي اخرتها. طب قلب بقى يا ماما، انت شاطر قوي في التقليب. ايوه، واحنا في دكان الجزم بصيت لقيت واحد راجل وقع من طوله، اغمى عليه، صعب عليا يا منير. اضطريت انقله عندي في العيادة، ووجدت عنده ضغوط في القلب ومحتاج لاسعاف سريع. اهو انت دايما كده، العيانين يعفوا عليك حتى في محلات الجزم، بيشموا على ظهر ايدهم قدامهم دكتور بيروحوا مصرين. يا ماما بابا ذنبه ايه بس؟ دي ستي مسكينه خالص، لو شفتيها وهي مغمى عليها كنت مت من العيا. ست كويس قوي قوي. تعالى هنا ما تزوجش. انت بتقول اللي اغمى عليه راجل مش كده؟ اعمل لك ايه يا منيره، انت ما سمعتيش عن ستات بيتقلبوا رجاله؟ عايزاك تقولي لي بالظبط ايه اللي حصل. ايوه يا ماما هقول لك كل اللي حصل. اللي حصل ان بابا اخد بقى اخدنا وفسحنا في النيل. في الايه؟ في النيل. ايوه كويس قوي قوي قوي. حضرتك اخدت رايي؟ ايست يا منير، ما الاولاد بقى لهم مده ما فسحوش، يا ريت كنت معانا. كنت معاكم؟ ما هو ده اللي ناقص، اركب مركب في النيل، ما انا عقلي صغير. متشكر. امشي اطلعش في روسك فوق. يلا اطلع يا سامي. يلا. حاضر يا أنا بندهش. واحد في سنك وفي مركزك ويركب قارب في النيل ومع أولاد. الأولاد دول مش ولادنا، والمثل بيقول إن كبر ابنك خويه. طيب يا سيدي، أديك ضيعت عليهم ليلة بحالها من غير مذاكرة. يا منيرة بيذاكروا ليل ونهار، بعدين يزهقوا من المذاكرة ومخهم يدخل. إيه رأيك فيه؟ عشان مين دي؟ عشاني انا. أيوة. انا قلت لك اشتري لي جزم. دي هديه، وانا لازم اخد منك فرمان عشان اجيب لك هديه. تمنها وقع في الارض. ايه مش عاجباكي؟ البسها انت. البسها انا؟ ايوه. العفو.
شاء الله ما شاء الله، كويس خالص. بتحط احمر يا بنت؟ لا يا ماما اصل ده اخرفي. لا على اوضتك واغسلي وشك حالا يا بنت، حياه ليله القدر. امشي. تعالي يا سامي. اتفضل يا سيدي. بنتك بتحط احمر، ظبطت في ايدها صباع الروج بتاعك. طب ايه يعني، ما انت عمرك ما استعملتيه؟ ايوه زعق كمان يا اخويا عشان تطلع فيها اكتر واكتر. ثم انت بتطمحني فيها انها عارفه اربيهم؟ طب بس انا هروح املص لك ودانك. انا عملت ايه يا بابا؟ ما كل البنات بتحط احمر. الله الله، انت عاوز الدكتور عادل يجي يلاقيكي حاطه احمر في عينيكي؟ على العموم انا هجيب لك علبه تواليت كامله، ايه رايك؟ بسم الله بحرص سيدي الدكتور عادل شر. طيب انا جاي، بس ما تعيطيش بقى. احنا دلوقتي اصحاب، عاوزك تقولي لي رأيك في الدكتور عادل بصراحة، فاهمة ولا لا؟ رأيي من جهة ايه يا بابا؟ بلاش لقم، انت عارفة من اي جهة. والله انا رأيي رأي يا ستي، انا مش موافق على الجواز ده ابدا، درجة البطالة ما ينفعكيش ابدا. ازاي يا بابا ابدا؟ شفت ازاي عرفت رأيك؟ انا رأيي فيه انه شاب موهوب وابن حلال ومستقيم، وانا موافق جدا على جوازه، وربنا يتم بالخير. يا حبيبي يا بابا ربنا يخليك، من احلى بابا شفته في الدنيا، ربنا يخليك يا بابا. يظهر اني جيت في وقت غير مناسب. والله كنا نحب نستقبلك لكن ماما تعبانه شويه ولازم نروح لها. لا باس عليك، سلامتك. اهلا دكتور عادل، بس طبعا بعد ما نتعشى. مفيش وقت للعشاء يا سامي، احنا اتاخرنا. يلا بقى. صحتك تسبقينا. الدكتور عادل ما يخلصوش امشي لوحدي، مش كده ولا ايه؟ بالتاكيد لا، ما يصحش. كنت قاعد تحب نبلط؟ لا متشكر قوي، انا هحتفظ بحقي في العشاء لفرصه تانية ان شاء الله. عارف انت ما انتش غريب. حاجه عجيبه قوي، تتلفت وراك ليه؟ انت ناسي حاجه؟ لا مفيش حاجه يا فندم. بيبص للصوره، الصوره عجباك. ما دام عجباك حلقها لك. الصوره عجبها الصوره وبيتلفت على الصوره وهيديله الصوره. اظن فاهم ان انا مغفله ومش عارف انكم بتتكلموا عن سامي. مش بس لطه في الجو، هو ده فصل حد يعمله؟ ضيف جاي يتعشى عندنا، نقوم نطرده؟ يا دي العيبة يا بنتي. اسكت يا ماما. طيب بس بشويش، بالعقل يا بنتي بالعقل. انت اصلك مش عارفاه، ده بيعمل حاجات كتير جدا دلوقتي من ورايا، عايز يجوز سامية لعادل، لكن ده مستحيل يحصل. ومستحيل ليه؟ نتفاهم بس من غير عصبية. انا ما جوزت بنتي لحتة حكيم مبتدئ ياكلها منين؟ شوفي يا بنتي. نعم انا عارفة ايه اللي بيدور في عقلي، انكم اغنية وعادل فقير، لكن احب افهمك ان شهرة سامي في البلد مش ثروته، سببها بالصراحة استقامته وشرفه ونزهته يا بنتي. ومكانتي دي ما يمسهاش ابدا ان عادل الفقير يناسبني، باخلاقه ومواهبه هيوصل للمقدمة زي ما وصلت انا. وما تنسيش يا منيرة انك لما اتجوزتيني كنت انا مبتدئ. ايوه يا بنتي، انت لما اتجوزتي سامي مش كان لسه دكتور مبتدئ؟ ايوه يا ماما، ما تنسيش ان بابا الله يرحمه هو اللي ساعده. متشكر جدا، ويصح دلوقتي ان انا اقدر اساعد عادل زي ما ابوك يساعدني. ايوه يا بنتي بس بالهداوه، انت مش هتبطلي العصبيه بتاعتك دي، ده من يوم ما مات ابوك وانت راكبك 60 عفريت. انا هريحك من العفاريت وهقوم اروح. تروحي؟ هو انتوا لسه يا بنتي شميتوا نفسكم؟ معلش اتفضل قوم لولاد لوحدهم. حاضر يا فندم. صباح على خير يا مين. ده من اهله يا ابني، طول بالك يا حبيبي. معلش مع السلامة يا ابني. وصلوا انتبه حاجة مرتبة.
كله تمام. بتتضايق؟ ابدا. بس انت صعبانه عليا. ما انتش حاسه ان احنا بقينا زي الموظفين في البيت ده اللي بنبات فيه بنصبح فيه؟ عايزني اعمل تربيه الاولاد؟ يا ستي الاولاد كبروا ويقدروا ياخدوا بالهم من نفسهم. جه الوقت اللي تاخدي بالك من نفسك ومني. احنا حقنا نبقى زي العصافير كل يوم في حته. النهارده في شاليه المعادي. قلت لك 100 مره ما تجيبليش سيره شاليه المعادي. انا حالفه ما ادخلوش. بلاش يا ستي شاليه المعادي. نروح ويك اند اسكندريه، ايه رايك؟ والله كويس قوي. نفسك تتنطط لغايه دلوقتي؟ فاكر نفسك لسه شباب؟ الله، انت شايفاني بعكازات؟ لسه في عز الشباب. يا منيرة الولاد كبروا وبكرة يسيبونا، وحقنا نجيب عيال صغيرة يسلونا. ابعد عني، يظهر كل الناس وبتكبر عقلها بيخف. لا مش حابة. يا سلام يا سامي، قلت لك متضايقة وتعبانة يا اخي سيبني. اف حاضر، انا اسف اسف اللي بدايتك. رايح فين؟ انت ولد ممكن؟ فضل. مش قادر اتنفس يا دكتور، مفيش هوا خالص، هتخنق. ان شاء الله بعد العلاج هتتحسن. البس هدوم. ايه رايك يا دكتور عادل؟ والله حالته سيئه جدا. ادخل. انا رايي كده برضه. طمني يا دكتور، في امل خير. اطمن. ادي عنوان عيادتي عشان تجيني هناك في الميعاد اللي هكتبه لك. يا دكتور ربنا يخليك، انا جيت هنا اكشف مكان عشان الحاله سيئه وما اقدرش ادفع اجره العياده. لا اطمن، انا مش هاخد منك حاجه، بس في عيادتي في رسام كهربائي مش موجود. كتر خيرك يا دكتور، ربنا يكافئك. كتر خيرك. عشيت فين امبارح بعد ما طردناك؟ والله اكتفيت بالعلقه اللي خدتها من منيره هانم. الحقيقه المدام صعبه قوي. انا كمان عند حماتي تعزمت على نفس العشاء. جايز ده كان بسببي. بصراحه انا حاسس ان منيره هانم مش شايفاني جدير بسامي. تيجي نتبادل الصراحه. هو كده بس، ده شيء ما يزعلكش. عداء منيرة مش لشخصك، لأي إنسان هيتجوز بنتها ويحرمها منها بعد انشغالها بيها 18 سنة ليل ونهار، وده طبعا تصرف منها من غير ما تشعر. مفيش شك إن منيرة هانم بتحب أولادها جدا. بتحبهم لدرجة إنها بتعذبهم بحبها. يا عادل طول بالك، هنوصل اللي احنا عاوزينه وكل شيء مرهون بوقته. على الله. الحمد لله اللي لحقتك. أنا لطيلك في العيادة ولا في المستشفى. اهلا وسهلا، بس مش حاضر اقعد معاك كتير عشان لازم امر على العيانين. دول كلمتين، انا مش عايز حاجه غير امضاء منك. بخصوص ايه؟ جمعيتنا اختارتك بالاجماع مدير للمستشفى بتاعنا. يعني عاوزنا نستقيل من هنا؟ انا مش هدي لك فرصه للتردد. المرتب زياده عن هنا 2000 جنيه في السنه. يعني عاوزنا اهجر عملي هنا بعد 20 سنه عشان الفلوس؟ لا، دي تبقى خيانه مني. خيانه مني للمستشفى اللي بنيته على اكتافي وكبرني وكبرته. اشكرك. اهو ده اللي حسبنا حسابه. احنا كنا خايفين لا تقول كده. في اقتراح انك تكون هنا وهناك، ادينا جزء من وقتك بنفس الاجر. مش من طبعي ان اتجوز اتنين وصاحب بالين كذاب. الساعة 8:30 وحضرتك لسه ما جيتش. متأخر نص ساعة. يا 8:30؟ طب انا جاي حالا. العيانين خلاص يا امين؟ خلاص يا دكتور، مفيش حاجة. دكتور دكتور دكتور، اكشف عليا يا دكتور، اعمل معروف، اكشف عليا يا دكتور. انا كشفت عليك من ساعتين. معلش ولو، انا حاسس ان انا عيان مخضوض على روحي يا دكتور. روح انت يا امين، مش اما اخرجه قبل يا دكتور. اه سيبهولي. روح انت. بقى على فين؟ حقلة يا دكتور، حقلة. يا سيدي انا كشفت عليك 3 مرات دلوقتي، ما عندكش حاجه ابدا، صحتك احسن من صحتي. ايه اللي عملهولك؟ انا متاكد يا دكتور، متاكد ان انا عيان، متاكد. دكتور ايه اعراض ضغط دم؟ ما عندكش سيرته. يبقى لازم انسداد في الشرايين. ابدا. الكبد يا دكتور، الكبد.
هم لازم الكبد. يبقى لازم عندي سرطان في الامعاء، عندي خروج في الكبد. انقذني يا دكتور، انا في عرضك، انقذني. انقذني انت يا عم معروف، شوف لك دكتور تاني. يا ساتر يا رب، يا ساتر حشرك، يا ساتر اوعى تتحرك من هنا، انت اللي موتني. طيب يا جماعه بس حد يشوف الدكتور، الدكتور جنبنا اهو. طب يا جماعه شيل معايا، شيل على مهلك، بقول لك شيل معايا يا شيل. اتفضلوا كلكم، مفيش داعي حد يستنى. يا سعاده الدكتور انا متحفظ على المتهم. احسن الاخره فيها نشادر وقطن وشاش. اخره ايديا وعينيا ورجليا كلهم موجودين. عدي حضرتك دكتور. اي متاكد يا دكتور ان مفيش حاجه ناقصه؟ في ايه؟ عقل. لا بسيطه، لكن هيرجع لك بعد ما تروح الخضه. انت خوافه قوي كده ليه؟ اصل الروح حلوه. يا رقبة تكونش كسرت يا دكتور. وريني. في امل ان اعيش يا ترى؟ في، لو ما عرفتيش نفسك تاني مره لحوادث السيارات ومشيت على الرصيف. ايوه انا غلطانه، اصل كنت ماشيه سرحه محتاره اتعشى فين. ما خطرش ببالي ابدا ان ممكن اتعشى في القصر العيني. ما دام كنت ماشيه سرحانه يصح بقى تخلصي السواق الغلبان بدل ما ينام في السجن. هو هنا؟ اتفضل يا شويش. أفندم يا دكتور، العصابة بسيطة ومفيش لزوم أبدا للمحضر. يعني نفض الموضوع يا ست هانم؟ أيوة جت سليمة، أنا اللي كنت غلطانة. ربنا يخليك يا ست هانم. عليكم السلام. اسمحي بقى ما تتحركيش عشان أفحصك كويس، أحسن يكون في كسور. لكن يا دكتور، أنت دايما مكشر كده. أفندم؟ لا يعني أصل ما حدش واخد منها حاجة. الألم هنا؟ أيوه. دي ردود بسيطة، مفيش كسر. يا ريته كان كسر والدكتور أرق من كده. أنت بتعاملني كده ليه كأني نفر في القرى؟ هما مش علموك في كلية الطب إزاي تعاملوا كنس اللطيف؟ أنا مش عارف بسعك واحدة ولا بسعك محافظة الإذاعة. اسمحي أربط رجلك. مالك كده زي ما أكون على تربط لساني مش رجلي. تقريبا تفتقري افكاري كويس قوي. اخيرا تبسم. شكرا للسماء، ما اجمل ابتسامته، انها لطيفه جدا ونادره جدا كشمس الشتاء. لا مؤاخذه يا دكتور، دي جمله من روايه فلتت مني كده غصب عني. انت ممثله ومغنيه، حضرتك ما رحتش ابدا فرقه المسرح الاستعراضي؟ اسمحي تجربي كده شوفي الباري تمشي على رجليكي. مش قادر امشي يا دكتور. طيب انا حسام. يا خبر، هوصل البيت ازاي؟ الاسعاف هتاخد توصلني. بلاش نعطل الاسعاف، انا هوصلك. أنا ما بروحش حاجة زي كده. ليه؟ زي ما تقولي سني ما يسمحليش. سنك؟ أنت فاكر في نفسك إنك عجوز؟ طبعا.
بتضحك علي؟ بضحك لان في شبان كتير بيتمنوا يكونوا كده. عادي ازاي؟ ايه في حاجة؟ لا ابدا مفيش حاجة. انت فاكرني بضحك ولا بعمل لك كومبليمان؟ ابدا يا دكتور. دكتور يا مدام، دي بعد الشر فيكي ايه؟ ما تخافيش يا مازن، دي حاجة بسيطة قوي. اسكت يا سنة، مش كنت حموت وتنطمي عليا وتلبسي اسود وتطلع القرف؟ بعد الشر ده انا ما كنتش اعيش في الدنيا ابدا من غيرك دقيقة واحدة. يا حبيبتي اتفضل يا دكتور. ارجوك تعفيني، انا اتأخرت، استأذن بقى. برضه مصمم ما تجيش تسمعني؟ انا سمعتك كنت بتقولي اه في العيادة، صوتك ما كانش بطال ابدا. وهو بيسافني في العيال، ما كانش حاسس بوجودي ابدا، خلاني اشعر كاني ما استاهلش اي اهتمام. اما انا كنت منغاظه منه بشكل. يا نيبتي يا مصفتي، دي الصدمه مش في رجلك، دي في قلبك يا منيله. قلبي اف. يا ماما الاكل برد قوي، محدش يمد ايده على حاجه. لكن انا هموت من الجوع. اه معلش، قولوا له يمكن يشعر ان التاخير ده ظلم عليكم وضميره يأنبه. انا اسف بس كنت بسال واحده. اه زي ايه بتاعت محل الجزم؟ الحكايه دي بقت وقدمت ومبقالهاش طعم بقى. لا يا بابا، لعب غيرها بقى. ده الحق عليا اللي بقول الحق. طب اعتذر. سماح يا اخويا، اعمل معروف ابعد عني، بلاش درع بايخ. طب هروح ابوس بنت احسن. احسن. يا سلام يا سامي، قد ايه شعرك جميل ووشك حلو قوي من غير تواليت. اوعي تحط تواليت تاني مرة، فاهمة ولا لا؟ لا ابدا يا بابا. ظبطنا. الله الله، تواليت وصباع روش كمان. ايوه اخويا خسرها ودلعها وقله الادب. ليكي حق انك تنبسطي قوي لانك بتغشيني وتخلفيني يا قليله الادب. امشي اطلعي، خدي. اطلع اخويا يا ماما، روح راحتك. حاضر. بقى كل ما اجي اخلق جو مرح تقلبيه بغم. انتش مكسوف من نفسك؟ البنت خسرت من كتر ما انت بتطمعها وتدلعها، اصبحت تتكلم عن عادل من غير خشم وفاهمه نفسها انها هتتجوزه. وماله، هو جواز حرام شرعا؟ انا فخور بانه طلبها. كويس قوي، ادي اللي كان ناقص، يطلبها من غير موافقتي. عدم موافقتك ده عناد منك، عشان كده انا اديته كلمه. ايه؟ اديته كلمه؟ يعني انا طرطور في البيت ده؟ يا منيره صبري عليكي، مش معناها ابدا انك تطلعي فيها. مش واكله. على كيفي. حاكم الحياه في البيت ده بقت نكد في نكد. ادينا عملناها بنفسنا، ادينا حنبات من غير عشاء. انا ماليش نفس، لكن انا جعان. حرب عصابات، هجوم على المطبخ وانا هفكر لكم امكم.
يلا منير كلي عشان اكل. قلت لك مانيش واكل وتربط بابا ما انا واكل. خل يا ستي حقك عليا، انا احتديت عليكي غصب عني. ما هي يا منير دي مش طريقه في معامله الاولاد، انت عاوزه تطلعيهم جبنه؟ عايزني اطلعهم متبجحين؟ عاوزهم يطمئنولك ويعتبروك الصديقه اللي يقدروا يقولوا لها عن متاعبهم واسرارهم. احنا في زمن مشاكل الشباب صعبه ومعقده، ما تتحلش بالشخط والاوامر والعجرفه، تتحل بالسياسه واللطف والمرونه. بكده تقدر تحشيهم عن الغلط وتمنع عنهم الخطر قبل وقوعه. عايز تقول ايه؟ مش عارف اربيهم؟ ده جزاء اني موت نفسي علشانهم اطلع في الاخر برضه مش عارف اربيهم؟ طيب يا سامي هسيبهم لك اتصرف فيهم زي ما انت عايز واعمل اللي انت عايزه. يا منيره انت مش فاهماني، على مهم حقك عليا، احنا ننسى الحكايه دي خالص دلوقتي وتعالى نتصرف. ايه بعد كده انت هتعمل لي عواطف؟ بص لنفسك المرايه عشان تختشي شويه. هتجوز يعني؟ افتكر في شبان كتير اتمنى يكونوا عجايز كده. يا سلام على الغرور يا اخي. تسمح تطفي النور عشان عايز انام؟ لكن انا مش عاوز انام. تسمح تبعد عني لحسن متضايقه وعايزه اتخمد لاني مسافره بدري. على فين؟ طبعا ناس ان فرح بنت اختي بعد بكره. ما المسائل العائليه اللي تهمني انا ما تهمكش انت طبعا ابدا. انا اسف جدا، سهي علي. على العموم يا ستي الغلط مربوط. وهتقعدي برضو اسبوع؟ لا 10 ايام. 10 ايام؟ البيت المحنده اللي اشتريتهولك في المعادي اطلب منك نقضي فيه ليله واحده؟ لا، لكن عشان تروحي دمنهور عند اختك 10 ايام. البيت المحنده ده اشتريته من غير رايي. كنت فاكر انها هديه لطيفه ومفاجاه تبسطك. لا، انبسط لوحدك. انا شخصيا داعي على نفسي لو دخلت رجلي تنكسر. مش ممكن تغير رايك لو شفتيه؟ انا فرشه فرش مؤكد يعجبك. كمان الفرش على ذوقك؟ ده انت لازم عايز توديني هناك علشان اطنقط. وعلى ايه ما اطنقت انا لوحدي احسن. نام يا منير نام، نام عشان تصحى بدري. بدل ما اقعد لوحدي مش كنت تسيبي لي ولو ساميه؟ البنات ما يتسابوش لوحدهم. طب استنى انا يا ماما. ايوه يا اخويا عشان تقعد تلعب وتهيص تبقى مفيش مذاكره. ايوه هو فعلا كده، المذاكره في هيست الفرح احسن. اتفضلوا اتفضلوا، مع السلامه. خلي بالك من نفسك. خلاص خد الظلم. خلاص يا دكتور مفيش حد. على فكرة يا دكتور وانا بكنس النهاردة قط الكشف لقيت الاسورة دي. انا عارفها بتاعت مين. روح انت يا مين. انا متأكدة ان الاسورة وقعت في الشارع مش في العيادة عندي. ما تعملي له تليفون. طيب افتكر اني بكلم مجرشك. طب ما يفتكر وايه المانع؟ لا يا سناء ده حاجه تانية خالص من زي اللي بالك فيه. انت هتقعدي تدوشيني؟ مش كفايه امبارح طول الليل قلبت دماغي؟ اصله لطيف وظريف ومهذب، ما حاولش يلمسني حتى. يا بنتي ريحي نفسك، واحد دكتور عظيم زيك يبص لواحده مغنيه غلبانه زيك ليه يعني؟ هي الغلبانه ملهاش قلب؟ لا ملهاش قيمه في تسعيره المجتمع. اللي ما فكر يقبل عزومتي ويجي يسمعني. يعني يا سيدي ما كلتش؟ ماليش نفس الشيء يا رب.
انا اللي عقلي مشغول به قارب مني وخايفه القلب لو حبه يحيرني تفتكر عشان فاضل على بيتك ثلاث دقايق. ما انا مش رايحه البيت. اما رايحه فين؟ اصلي كل ليله حد ببات عند عمتي في المعادي، فاذا سمحت توصلني لغايه باب اللو اخد القطر. انا هوصلك المعادي. يا خبر، توصلني لغايه المعادي؟ ايوه، الليله مفرج عني وعاوز اشم شويه هوا، هوا الحريه. مفرج عنك؟ هو في ليالي بقى مقبوض عليك فيها؟ ايوه، كل ليالي تقريبا. ازاي؟ قصدي العيانين والمستشفى والعيادة. جميلة المعادي. انا كمان اعصابي ترتاح فيها. تعرفي ان ليا بيت جميل بجنينة صغيرة في شارع ايه؟ دلوقتي هنمر عليه. على كده لازم بتيجي المعادي كتير. انا اشتريته بقالي سنة دلوقتي، لكن افتكر ما جيتش فيه اكتر من مرتين ثلاثة. اهو. تحب تتفرج عليه؟ اسمح لي بسؤال. افندم، انا لما قلت لك اني جايه المعادي خطر في بالك انك تجيبني على هنا؟ ابدا. ايه اللي خلاك تظني كده؟ نظرة الناس للارتيست اللي بتستناهم عربيات المعجبين قدام باب الممثلين. اللي بتقوليه ده ما خطرش في بالي ابدا.
انا ما شعرتش نحوك الا بالاحترام. انا يمكن حبيت اقعد وياكي اطول مده ممكنه لغايه المعادي، لكن اني استدرجك الى كمين لا. بيت عمتك فين من فضلك؟ انا عايز اتفرج على الشاليه، انا مش خايفه منك. ما تتفضل. يا سلام، في منتهى الجمال. فرش بسيط لكن الذوق بديع جدا. غريبة، عيني كنت فاكر انه مفروش بطريقه تنقط. يا خبر، اجمل من كده هيكون ايه؟ انت زي ما بتجيش هنا كل جمعه. مفيش تشجيع. ليه؟ ما عندكش اصحاب؟ قليلين. مالكش حبيبه تجرك على هنا؟ انت كنت عاوزه تساليني اسئله طبيه واحنا في الاوتوموبيل، ايه هي؟ اسئله طبيه؟ اسئله طبيه. افتكرت السؤال الاول. افندم، انت متجوز؟ وده سؤال طبي ده؟ انا اسئلتي كده. طيب يا ستي، تفتكري ايه، متجوز ولا مش متجوز؟ افتكر لا، لانك مش لابس دبل. ما يشترطش في ناس كتير ما يعترفوش بنظام الدبل لانها عاده فرانكي. الحقيقه انا اتمنيت كده. نرجع احسن للاسئله الطبيه. لا انا خلاص اسئلتي انتهت، اسالني انت بقى. احكي لي عن حياتك. اولا انا بحاسه. بحاسه؟ ايوه بحاسه، يعني زي ما تقول كده ببحث. عن الذهب؟ عن العلوم؟ لا. امال عن ايه؟ عن الامل، عن مصيري. حياتنا مش سهلة، وكمان بشتغل مصارعة. مصارعة؟ ايوه. انت مش شايف العضلات؟ شايف حاجة كبيرة قوي. بقى يا سيدي، كتير من المتفرجين بيفتكروا ان اجسامنا وعواطفنا مش ملكنا، ملك اللي يدفع الثمن. حقيقي يا تصرعيهم يا يصرعوكي. وما تنساش انا شاعرة. شاعرة؟ بتكتبي قصايد؟ لا، ساعات احلم ان في يوم من الايام وصلت للمجد والشهره وبقيت زي ام كلثوم. احيانا ازهق من احلامي واتمنى انها ترسي على قطين صغيرين محندقين زي دول، ومعاهم. اتفضلي، مفتاح الشاليه اهو تحت. لا لا لا، متشكره. ليه لا؟ لأني خايفة. خايفة من إيه؟ خايفة أحبك. غريبة، إحنا الاتنين بنفكر في شيء واحد في وقت واحد. وتفتكر إن إحنا هنقدر نبعد عن الحب؟ نجتهد، لكن الشيء اللي ما أقدرش أستغنى عنه أبدا إنك تحرميني من صدقتك. حتى لو عرفت اني كدابة. كدابة؟ اي، انا كدبت عليك. في ايه؟ اصلي ما كنتش ناوي ازور عمتي النهاردة، لكن قلت انك يمكن تعزم عليا انك توصلني واقعد معاك اطول وقت ممكن. ده يشجعني اني اطلب منك اني اوصلك لغاية مصر عشان اقدر اقعد معاكي اطول وقت ممكن. بس على شرط. ايه هو؟ زي ما حكيت لك عن حياتي تحكي لي عن حياتي. لا، نرجع تاني للأسئلة الطبية. هو مؤكد مش متجوز. من انت عرف؟ قلتلك مش لابس دبل. هو مش قالك انه ما يشركش؟ يمكن مراته ميتة ولا متطلقة. على العموم المتجوزين اللي بتبقى عينيهم فارغة بتبقى اغراضهم مكشوفة، لكن ده حتى ما حاولش يلمس ايديا. ده انا لو منك لكنت خدته قلمين. قلمين؟
ليه بقى؟ معنى كده انه مش معترف بجمال. طب تنيلي تنيلي، ده معناه انه بيحترمني يا عبيط. شوية شوية تقولي كمان انه كان عايز يتجوز. وليه؟ تسمح تولع لي؟ اهلا دكتور عادل. انا شفت النور مولع استغرب، مش عوايدك تتاخر كده في العياده. والله يا اخي مش عارف ازاي الوقت فات من غير ما اشعر بيه. انت باين عليك علامات التفكير، في بحث طبي جديد؟ ابدا، انا بفكر في امر واحد اعرفه. قلبه في خطر. في ذبحه صدريه؟ لا، ذبحه عاطفيه. إنسان قلبه ممزق بين الحب والواجب، سمعته وضميره وأمانته في ناحية، وفي الناحية التانية أول وآخر فرصة للسعادة والهناء. وطبعا نصحته بالحرمان وحذرته من الحب. فكرك فيها كده؟ أنا عارفك وعارف روشتاتك. والله يا أخي مناش عارف أكتب له روشتة ولا أوصف له دواء. ده بس لأنك بتعطف عليه علشان الدواء مره، لكن احنا كاطباء ما يصحش نهتم بمراره الدواء ما دام بيوصل للشفاء. انت نازل ولا قاعد شويه؟ لا انا قاعد شويه. طيب استاذن انا بقى. مع السلامه. انا عارف انت كنت جاي عاوز تسال عن سامي، مش كده؟ والله الحقيقه انا عاوز بس مكسوف شويه. يا سيدي هي سافرت دمنهور مع امها واخوها عشان تحضر فرح بنت خالتها، وكمان عشان تتمرن. ويوصلوا امتى ان شاء الله؟ 10 ايام بالكثير. طيب يرجعوا بالسلامة. ميرسي يا فندم. الو دكتور سامي؟ مساء الخير. قول لي يا دكتور والنبي، الخرشوف اذا اكلناه بيأثر على الكبد؟ ايه؟ طب ثانية واحدة والنبي يا دكتور. الخرشوف. ايوه دكتور. دكتور مفيش رد يا دكتور، انا اموت. ما تخافش. بتقول ايه؟ اجابات عندك؟ لا معلش عارفين، اذا شعرت باي حاجه بقى اتصل بيا بالتليفون. ناديه كنت عاوز اقترح حاجه عشان اجيلك بيها. قعدت اشاور نفسي اقول الاسوره وقعت هنا تاني ولا رجلي بتوجعني. ورسيتي على ايه؟ نزلت على اني ما قدرتش اصبر، بس لقيت نفسي هنا. انت كنت طول الوقت في فكري. يلا بقى انت هتيجي معايا الليل عشان في استعراض جديد. لا يا ناديه لا لا، حاف كده من غير اعتذار حتى. انا مضطر اصالحك وانا في شده الالم. افتكر من الصالح اننا ما نشوفش بعض عشان ما يلقش بيك انك تعرف واحده زيي، مش كده؟ انت قلت بضحك انك خايفة من الحب، لكن انا بقولها بجد دلوقتي. انا شعوري نحوك بيزيد، وانا حياتي ما فيهاش مكان لمشاكل ومتاعب الحب. احنا اتفقنا نكتفي بالصداقة. كمان خايف من الصداقة؟ الحجر لما بينحدر من اعلى الجبل مفيش حاجة بتوقفه، واحنا مش هنقدر نقف بعواطفنا عند حد الصداقة. لازم نودع بعض، نشوفش بعض تاني.
المرة اللي فاتت انا مش جاي وجا يوه بقولك ما جاش بينا انتهى ومش هشوفه تاني جالك كلامي انا مش قلتلك ان دول ما يفكروش فينا الا تسالي حطي عقلك في راسك يا بنتي واسمعي كلامي الاستاذ محسن بيتمناك ومنى عينه يتجوزك وعصفور في اليد انا خارجه قبل ما يجي الاستاذ محسن ويحكم رايه ويوصلني ويزهقني استنيني انا فاضلي نمره واحده اروح معاك مش حاضر استناكي وكمان عشان اخلص من تريقتك هنام عند عمتي في المعاد ايه يا نادية ماشية كده من غير ما تقولي سعيدة؟ لا مؤاخذة يا أستاذ محسن أصلي تعبانة وعاوزة أروح. أنت مش تعبانة بس أنت متغيرة خالص دي مش عوايدك إيه؟ في حاجة مضايقاك يا نادية؟ لا أبدا أنا لما أروح وأنام هستريح تحب أوصلك؟ متشكرة هاخد تاكسي اطلع المعادي من فضلك يا أستاذ تحطم أملها الحلو في الدكتور سام تحطم على صخرة الواقع فودعت أحلامها وآمالها على مهلك يا أستاذ وقف هنا من فضلك يا أستاذ كان لها باب الأمل وهنا مشت مستندة إلى ذراعه مشت على ورد المنى كانت معه هنا لقد مر من هذا المكان فلتدخل لتدخل لتزرف دمعة على حبها الذي ذهب ولم يعود يا لله أترى جاء هو أيضا في موعد مع الأحزان أم أنه القدر قد بدأ يلعب دوره ولم يخطر ببالها أن هناك قلبا آخر أشقاه الشوق وجاء يبكي في الصلاة
لقد عرى فيها الأمل العذب الذي بات وأصبح صرابا، صراع عنيف بين عقل الرجل وقلبه، إنه يقاوم، فلمن تكون الغلبة؟ ناجي، فهمي يا باي. بتشخطي فيا كده ليه؟ كنت في سينما صيفي. سينما؟ طب الرواية كانت ايه بقى؟ غرامية. قولي لي يا سناء، انا حلوة استر ويلي. احكي لي الرواية بقى مادام طيرتي النوم من عيني. ما تتحكيش، لازم تحضريها بنفسك وتعيشي فيها وتتمتعي بيها. دوختيني. قولي لي مين هو البطل ده؟ ما تعرفيهوش، اصل وجه جديد. ده باين عليه اثر فيكي قوي، واللي كان يشوفك من شويه يقول انك هتتجنني على فراق الدكتور. الدكتور؟ دكتور ايه؟ انا خلاص ماليش دعوه بيه. الدكتور اتاخر قوي يا امين. اهو كل يوم بالشكل ده يا دكتور، والزباين بتقلق وترجع النمل. اما اسال عليه تاني في المستشفى يمكن يكون جه. ما تسالش، انا جيت اهو. اهلا 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 دكتور. اهلا دكتور عادل. يظهر يا دكتور انك نسيت معاد فوزي مريض القلب. زي ما تقول، كان عندي عياده خارجيه. شفت ايه في الاشعه؟ لا، ده حالته بطاله خالص. ياه، انا ما شفتش قلب اسوأ من كده ابدا. عشان كده لازم تحذره، لان ده مسكين ممكن يموت وهو ماشي في السكه. بس اللي زي ده الواحد يقول له ازاي؟ انا ما شفتوش جه هنا مع حد ابدا. يا امين، ما شفتش حد بيوصله هنا ويانا ابدا؟ ابدا يا دكتور. طبعا ده حاضر. من الصعب جدا انك تصارح مريض بخطوره حالته. ده يلزمه على الاقل 30 40 جنيه ادويه عشان يقدر يقاوم، وده يجيب منين مسكين؟ اهلا وسهلا. لا ده انت بقيت عال قوي اهو. امال يا دكتور، مش شايف تحسن؟ ما هو انت يلزمك راحه كامله في السرير. معنى كده يا دكتور اني اموت من الجوع. انا راجل كوميسيون، النهارده ببلد وبكره ببلد تانيه، رزقي يوم بيوم، ولازم الف والسوق ما بيرحمش. انت متجوز يا سيد فوزي؟ مراتي وولادي ماتوا في غاره في اسكندريه في الحرب اللي فاتت. انت قاعد مع مين دلوقتي؟ لوحدي في بنسيون. ما لكش قرايب؟ ليا بس بعاد قوي في الصعيد، وملياش بيهم اي اتصال. في روشتة يا دكتور؟ لا مفيش، انا هحضر لك شوية ادوية وتبقى تيجي تفوت تاخدهم من هنا. طيب يا دكتور. خلي تبقى تديني بعدين. يا دكتور انت بتغمرني بافضالك. العفو، انا عاوزك بس تشد حيلك وتاخد بالك من صحتك وما تتعبش نفسك ابدا. حاضر. وان شعرت باي شيء تتصل بي على طول، يا تجيلي هنا يا تضربلي تليفون. كتر خيرك يا دكتور. الله يعمر بيتك يا دكتور. على فكرة أنا معايا لحضرتك دعوة. دعوة إيه؟ أنا بروحش مسارح يا سيدي. مسارح إيه؟ أنت يظهر نسيت محاضرة الدكتور ولف جانج في دار الحكمة. لا أنا مش فاضي يا عم. لا، ده راجل ليه شخصية عالمية ومروره في مصر فرصة.
وده راجل ضروري ليه سيستم جديد وطريقه جديده. وما تنساش ان دي مساله مهمه بالنسبه لنا خالص، خصوصا وانا مخبي عليك ان في اجماع على ترشيحك نقيب في الانتخابات الجايه. ودي طبعا مساله تحتاج منك لشويه جهود وظهور في المناسبات اللي زي دي. لا يا عم انا مش فاضي لحكايه الانتخابات دي، اما مساله اني اكون نقيب انا مستغني عنها. اهي دي بقى المساله اللي مش ممكن نسمح لك فيها باي معارضه. الحصار تم ومش ممكن تفلت من ايدينا ابدا. على العموم نبقى نتكلم في الحكايه دي بعدين، انا ورايا ميعاد مهم جدا، بس اللي ارجوك فيه انك تخترق لي اي عذر. طيب وهو كذا. اصل يا استاذ زوري وجعني الليل مش هقدر اغني خالص. وده يخش عليه. وانت مالك انت؟ يعني ما لبستيش ونمرتك قربت خالص. اصل يا استاذ زوري وجعني الليل مش هقدر اغني خالص. مش ضروري ابدا، تحب تروحي؟ اذا سمحت. تحب اجي معاك نفوت على الدكتور؟ لا 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 اشكرك، انا عندي ادويه بس اعملها في البيت وانام على طول. التفت انت البرو ارفع. أعصابي من حديد. يا سلام حبيبتي على المسرح. الأنوار بتكشف جمالها والأنظار بتلتهمها، ونصيبي أنا هيبقى إيه لو حد خطفها مني؟ محدش يقدر ياخدني منك. أنا وأنا على المسرح بيتهيألي إن كل واحد من المتفرجين أنت، مش بغني لهم، بغني لك أنت. أنا حياتي مكشوفة تحت أنوار المسرح وتقدر تراقبها، المسرح وأوضة الملابس، بيتي وهنا. وعشان ما أكونش كذابة في حاجة خبيتها عليك. إيه هي؟ في حياتي حب من ناحية واحدة. من ناحيتك؟ لا 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 ما تخافش، من ناحية محسن مدير المسرح. عرض عليا إنه يتجوزني، ومين عارف يمكن لو ما دخلتش أنت في حياتي كنت اتجوزت من باب العرفان بالجميل. لكن انت معرفش عنك حاجة ابدا. العيادة مش مسموح لها ادخل فيها،
ويمكن بيجي لك ستات رجليهم مكسورين، والمستشفى محرم علي، وبيتك ما عرفش عنه حاجة أبدا. ومين عارف، يمكن ليا في حبك شريك. فكر ما ترد، قولي ايه اخرتي وياك. عشان استناكم. انا شايفه انها مفاجاه محزنه قوي بالنسبه لك، لانك ما قدرتش تعمل استعدادك. ما تكذبش، كنت فين؟ كنت سهران. جريمه نصر، سافرت انت ولادك، اتضايقت خرجت، ولا هو حبس انفرادي؟ لا ابدا، حبس انفرادي ازاي؟ خمره بقى ولا قمار ولا نسوان؟ الثلاثه. انت تظهر جايه مستريحه وناوي على الشر. ايوه، عشان اولادك يصحوا يشوفوا حضرة الاب المحترم جاي الساعة كام. من هنا ورايح مش حاجة غير الفجر، اذا كان عاجبك. الله، سامي بتقول ايه؟ مش جاي خالص. يا بابا حبيبي يا بابا، احنا كنا مستنيينك. قولولي عملتوا ايه في دمنهور؟ الحمد لله يا بابا، انت ربنا يحبك اللي ما جتش معانا. شو معنى ما جالش تأديب يا بابا؟ لكن كنت صعبان علينا قوي، عملت ايه من غير؟ احكي لنا والنبي. بكره احكي لكم، اصلي تعبان شويه. تصبحوا على خير. وانت من اهل بابا؟ ماله؟ ماله جد كده ليه؟ ايه اللي كاعة دي؟ لازم نستنى حضرتك لما تتنخطري؟ مش كفاية ابوكي؟ تصوري يا ماما، بابا مش فاكر ان النهاردة عيد ميلادي. هو ايه اللي بيفتكره دلوقتي؟ ما عقله انتهى وخلاص. معلش يا سامي دلوقتي افتكر. يلا بلاش دوشه كتر كلام، افطروا. مش نستنى بابا؟ لا، لازم يعرف مين في مواعيد الفطار. صباح الخير يا ماما. صباح الخير. مش شايف قالك مش هتفطر؟ اشربيه انتي مادام ما قدرتيش تكلفي خاطرك وتصحيني عشان المستشفى. حكم. وتقولي انه هيفتكر؟ انا راهنك انه فاكر وعامل ناس. وعلى كل حال احنا هنعزم كل اصحابنا، خصوصا عاد. اختي شمال اطلعي بقى. صباح الخير. صباح النور. انا صحيت؟ لا 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 ابدا، اتفضل. خطوة عزيزة يا أستاذ محسن. هي سناء نزلت؟ أيوة نزلت. أنت كنت عاوزها؟ لا، عايزك أنت. وأحسن إنها مش هنا علشان أقدر أكلمك بحرية. أفندم. يا نادية، أنت سايباني معلق.
زمان لما كنت بكلمك عن الجواز ما كنتيش بتردي، لكن كنت بتسمعي. دلوقتي لا بترد عليا ولا بتسمعيني. انا قلقان يا ناديه، وعاوزك تجاوبيني بصراحه، في حد تاني في حياتك؟ ايوه، انا مش عاوزه اغشك. دي صدمه كبيره ليا، ادعيلي ان اقدر اتحملها. خساره، كانت ليا مشاريع، كنت فاكر ان الفرقه هتسافر اسكندريه واحنا متجوزين، تماديت في الامل، لكن دي اسامه، والحب مش بالاكراه. انا متاسف، سامحني. اتمنى لك كل سعاده. استاذ محسن، ارجوك ارجوك تقبل استقالتي. ليه؟ انت فاكره ان معاملتي ليكي هتتغير؟ لا ابدا، انا متاكده من كرم اخلاقك، لكن مش هقدر اشتغل. هو مش عاوز؟ افتكر. انا فاهم سر الحزن اللي في عينيك. خلاص يا حبيبي، الانظار ما عادتش تلتهمني وانا على المسرح. سبت الشغل عشانك. سبت الشغل علشاني؟ ايوه. سبت كمان العريس؟ محسن جاني عشان يرسي على بر، قلت له ارسي على البر التاني. لكن يا نادية مش كنت تاخد رأيي؟ انا كنت عاوز اقول اني لا لا لا، لا تقول ولا تعيد. انا انتهيت من حياتي القديمة، ومجتمعنا بنظهر جنبك في المجتمع. انا يكفيني من الدنيا الركن الصغير ده وانا مراتك. انت هنتجوز يا سامي. يا نادية، أنا في ظروف قاسية جدا. جوازنا ده قدامه عقبات. بتقول إيه؟ في عقبات؟ إزاي بس أفهمك؟ أنا فاهم. فاهمة ان تضحيتي ومستقبلي في المسرح شيء ما يهمكش. ايه يعني ست الشغل؟ ماضية مش هيسيبني، ويمكن يكون ماضي مش مشرف. انا فاهمة ان بالنسبة لك مغامرة مؤقتة ومجلة تتسلى بيها في وقت الفراغ وتترمي. انا عمي الحب عمل على عينيا غشاوة. انت مغامرة مؤقتة يا نبي، انت عارف ان انا ما اقدرش اعيش لحظة واحدة من غيري. ده انت الدم اللي بيجري في عروقي. نادية، احنا هنتجوز، مفيش اي عقبة في الدنيا هتقف. يلا على البوفيه. يا ماما نستنى شوية، بابا زمانه جاي. ما افتكرش. هو الدكتور اتأخر ليه؟ والله انت ادرى، انا ما اعرفش. شايفه يا ماما؟ شايفه الاعمال اللي بيعملها؟ عيد ميلاد بنته ما يحضروش، الناس يقولوا علينا ايه؟ متخانقين؟ يا ترى هو فين دلوقتي؟ ما قلت لك يا بنتي داري على طيرك، لا يلوف على عش تاني. ايه؟ يلوف على عش تاني؟ يقدر؟ ربنا يجيب العواقب سليمه. معلش. وتقول لي بابا فاكر عيد ميلادي وعم الناس؟ انا لو كنت عارفه كده ما كنتش عدمت حد. بس بقى ما تبقيش عبيط، ما هو انا قايم بالواجب وبرحب بالضيوف بالنيابه عن بابا. ولا يعني انت مسألاني في عينك؟ بابا. لا يا بابا، انت مالكش حق خالص. انتوا عندكم ايه النهارده؟ عزومه؟ يا خبر يا بابا، بقى انت ناسي بصحيح. يا حبيبي يا بابا، انا كنت هظلمك وافتكر انك ناسي عيد ميلادي، طلعي بقى مخبيها فين؟ فين الهدية وراها لي والنبي؟ لقيتها طولي بالك، بس دي هدية كبيرة قوي ما تتحطش في جيوبك. حد يحط راجل في جيبه؟
سيداتي سادتي، يسرني أن أزف إليكم خبر طوبة الدكتور عادل إلى كريمتي الأنسة سامي. شايفة ماما؟ شايفة عمايله؟ يا أهلي يا بنت، هو أنا بقى في عقل يا ماما؟ يا حبيبتي يا ماما. منيرة هانم أنا سعيد. ألف مبروك. مبروك يا عادل. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. مبروك. على ايه؟ خطوبة عادل لسامية. ما انا غريبة، انا سمعتها زي ما اكون غريبة تمام. ما غريب الا الشيطان. على عموم انت عارفة ان انا وافقت على الجواز ده، وفهمتك ان اعتراضاتك مش في محلها. اه يا رئيف الدنيا، بتحطي احمر من نفسي ولا يعني مني بنتي اتخطبت خلاص؟ لا بس الحاجات دي للناس الصغيرين كده. هو انا كبرت يا سامي؟ ده رايك، وكمان قلتي ان الناس كل ما بتكبر كل ما عقلها بتصغر مش كده؟ معلش انا لازم استحملك، لان احنا مش عشره النهارده. انا شايفه كمان مفيش داعي للكلام ده، ونصطلح احسن. نصطلح على ايه؟ ياما طلبت منك نصالح، فات الاوان. فيش انا مش قادره افهمك ابدا. انا كل ما اجي ارخي الحبل انت تشد. انا مش فاهمه اعصابك مالها لي من دول. اعصابي؟ الله. وكمان بتدلليني وعاوزه تقلعيني الجاكيته؟ متشكر. العفو. سامي الوقت متاخر قوي. ايه لا يا حبيبي عشان مش عايز انام. ان شاء الله ما نمت ولا عنك نمت. انا مش فاهمه راسك العوج ليه لي من دول. ما تزعقيش لولاد نايمين. الاولاد انت بتتكسف بتختشي؟ لو كان عندك قلب، لو كان عندك ضمير، لو كان عندك احساس ما تجيش عيد ميلاد بنتك اخر الليل. خلي عيد ميلاد بنتك يفوت على خير. ما تزعقيش احسن لك. انا هخرج عشان اقصر الشر. لا وارى الشر ماليني. ما تهربش، انا اقطع دراعي اني سيرك بقى بطال. ماليش لزوم الكلام ده، ملوش مناسبه. لا ما تخرجش. هتروح على فين؟ لاحظ الراجل ما يعملش مراته المعامله دي الا اذا كان بيبص بره. تكونش اتلميت على واحده ووخت عقلك. ايوه في واحده لقيت عندها اللي فقدته عندك وهتجوزها. تتجوزها؟ عقلك العظيم، عقلك العظيم قال لك ان انا اقبل الاهانه دي؟ لا انا اترمي بعد ما ضيعت شبابي في تربيه اولادك. انا اندس بالرجلين بعد 20 سنه معاك. لا لا 20 سنه، ويمكن كمان فاكرة ان ده اول الم في العشرين سنة، ولا اول مرة بتهنيني. انت غلطانة، يا ما ضربتيني بالاقلام من غير ما تدري. استهتارك بشعوري عواطفي، استبدادك برأيك، خناقاتك، زعيقك، انانيتك، النكد اللي كنت بتخلقيه بسبب ومن غير سبب كان مطر من الصفعات والاقلام. كل ده كنت متحمله عشان خاطر البيت ما يتهدش فوق رؤوس اولادي. انا بكرهك، بكرهك لانك السبب في الورطه اللي انا فيها. لو كنت فهمتيني ما كنتش دورت بره على الحب والحنان والكلمه الطيبه والابتسامه. يا سلام، قد كده واخد عقلك؟ علاقتك بالمخلوقه الحقيره دي لازم تنقطع. انا لازم انقذك منها. ما تحاوليش، كفايه في الوقت. انا مش ممكن اقدر اعيش مع واحده بكرهها. انا بكرهك. بتكرهني؟ انا بتكرهني؟ يعني خلاص عايز تخلص مني؟ لا ده بعدك
طول عمرك بتقولي ان البيت ده مملكتك وما يصحش حد يتدخل فيه. مملكتك هتفضلك، ولادك زي ما هما، فلوس زي ما انت عاوزه، مش هينقصك غير واحد من الرعية ما كنتش يوم من الايام تهتم بيه ولا تشعري بيه. ليه متمسكة بيا دلوقتي؟ حبك للانانية؟ حبك للسيطرة؟ سامي سامي ارجع لعقلك، قرارك هيقتلني، هتبقى قاتل، هقتل نفسي. لا تطمنش، مش هموت بعد ما اكره اولادك فيك، اولادك تعبدهم ويخبوك، ههدم سمعتك في المجتمع اللي انت عايش فيه وبتحافظ على كرامتك وشرفك، هسوق سمعتك عند زباينك والعائلات اللي بتعتينك فهم فيك انك ملاك، كلهم هيعرفوا انتحرت عشان اهل مكان عشقتك. اتفضل اتجوز، لكن ههدمك، هسوق سمعتك، ههدمك، هسوق سمعتك. وهكذا وجد نفسه في قلب العاصفة، عاصفة هوجاء تريد أن تقتلعه من مكانه. إنه غير راض عن نفسه ولا عن تصرفاته، إن زوجته هي التي دفعته إلى ذلك، فارتمى بين أحضان أول قلب حنى عليه وتبسم له. إنه أدى رسالته وأصبح لأولاده المجد والمال، أفلا يكون له الحق في الحياة والحب؟ في بيته الجحيم، جفاف العاطفة، نار الحقد، التهديد والوعيد، زوجة لا تتورع عن تنفيذ ما هددت به، تستطيع أن تسيء إلى سمعته وكرامته، تستطيع أن تملأ قلب أولاده بالبغض والحقد عليه. فماذا يصنع؟ وفي أي طريق يسير؟ خطني خالص، افتكرت انك عيان. انا نزلت لك كنادي عشان اقولك مسألة خطيرة جدا. انت خدتني، ايه هي؟ العقبات اللي قلتلك عليها امبارح. انت مش قلتلي ان مفيش عقبات هتقف قدام حبنا؟ لكن ما سألتنيش ايه هي العقبات. انا ما حبيتش اسألك لان عايشة في حلم جميل خايفة اصحى منه. نادية لازم اقولك، احسن تظني اني كنت بضحك عليك. انا متجوز. متجوز؟ سامحيني يا ندى، لاني اخفيت عنك الحقيقة دي. انا عشت زوج تعس 20 سنة، زوجتي انسانة ملهاش هم في الدنيا غير جمع المال والسيطرة، انسانة انانية بمعنى الكلمة، لدرجة انها نسيت حقوقي وواجباتها نحوي كزوج له حق ان يشعر برجولته، يشعر بالعطف والحب والحنان. انا انسان ما كنتش عايش لغاية ما لقيتك، لقيت فيك كل اللي كان ناقصني. انت بالنسبة لي نور الامل. خفت لا تسيبيني. عشان كده ما كنتش قادر تكلمني عن الجواز، مش عشان انا ممثلة. انا ظلمتك يا سامي. انا افتكرت انها هتتحملني زي ما تحملتها، حاولت اني اكون صريح معاها وقلت لها اني وجدت سعادتي معاكي ولازم اتجوزك. رفضت وهددتني بالانتحار والخبيث. انا نادية بين نارين، لو اتجوزتك بيبقى فيه القضاء عليها وعلى سمعتي، ولو تركتك يبقى فيه قضاء علي. انا عندي حل، لو قبلتيه تنقذيني وتنقذي اسمي وكرامتي وسمعتي. اننا نتجوز سر من غير ما حد يعرف. انا معايا 10,000 جنيه، ممكن نكون بيت وتبقى لنا حياة خاصة بي وبيكي. ويبقى وضعي ايه؟ اسمي ايه قدام الناس؟ تبقى مراتي. ومنين هيعرف ما دام ده سر هنكتمه؟ خلي فلوسك في جيبك،
فلوس أولاده، فلوس الست اللي دبرت لك حياتك السنين دي كلها. ارجع لبيتك يا سامي. حضري موقفي، ما تحاسبنيش على الماضي اللي ماليش ذنب فيه. أنا منين كنت أعرف إن القدر هيجمعنا بعد جوازي بسنين؟ يا ريت أموت وأرجع أتولد تاني من جديد عشان أكون خالص لك لوحدك. يا ريت ده في الإمكان. بلاش الأماني والأحلام، خلينا عايشين في الحقيقة. أنا لو طوعتك حبنا حيموت بعد النشوة. هتبصيلي على إن الإنسانة اللي حرمتك من أولادك وأفسدت حياتك، اللي ينقذ حبنا الفراق. الفراق هيوفر علينا الندم وعذاب الضمير. الفراق. أنا مسافر، هبعد عشان أساعدك على النسيان. لا يا نادي، لا يا نادي، أنا لسه عندي أمل، يمكن القدر يساعدني. آخر مرة، آخر مرة هشوفك فيها. ايه مفيش حد من العيانين جه ولا ايه؟ يا دكتور العيانين جم واستنوا كتير ومشوا، احنا افتكرنا حضرتك مش هتشرف الليله. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 9. طب روح. طيب عن إذنك. ماذا تكون الحياة لو لم يكن الحب؟ نادية هي دنيا، هي منى. ليته يستطيع أن يموت كما قال لنادية ويحيا من جديد. لو كان ذلك ممكنا لظل اسمه نظيفا بريئا من كل شائبة، ولظلت ذكراه عطرة طيبة. ليته يموت ثم يحيا من أجلها هي، من أجل الحب والحنان. باخد يا دكتور لكن مفيش فايدة. استريح. دلوقتي لما اديلك حقنة هتستريح. قلبي يا دكتور، صدري، مش قادر اخد نفسي. دكتور، دكتور اديلك حقنة حالا. صدري دكتور. ونص ولسه ما جتش، يظهر انك ما رجعتش لعقلك. اسمع، بعد نص ساعه ده ما كنتش هكون موجود في البيت. اعرف كويس اني هموت نفسي وافضح. يعني بتهدديني؟ فاكره انك لقيت السلاح اللي هتذليني بيه؟ يا ريت اموت واتولد تاني من جديد. يا ريت ده في الامكان واتولد تاني من جديد. يا ريت ده في الامكان. أنا اللي هقتل نفسي، هنتحر، مش هتشوفيني أبدا.
الأسير اللي تلززت طول حياتك بتعذيبه هيهرب من الأسر. وسوس له الشيطان للذي كان فيه غلطة العمر. لقد أعطه خاتمه وساعته ليوهم الذين سيعثرون على جثته أنهما له وأنه هو الذي مات. ليموت الدكتور سامي ليذهب الشقاء. ولو فيها أساءة أدب، الجماعة بتوعنا جنبها كان وجحة وحطت لبخة، قامت اللبخة أجارك الله. يبقى خليهم يفوتوا عليا بكرة إن شاء الله. كتر خير. أنا اللي قتلت، أنا السبب. وبعدين بقى مش هقول لك ما تعيطيش، عيطي لحد ما تصفي عينيك. حكيم احنا لما بنعمل في حد بيسأل على صحة سنانيك. اسكت يا سناء، انا السبب، انا اللي خليت الدنيا سودة في عيني. كتب لي عمر جديد يا نادي حبيبي يا سلام. ايه انا هحكي لك على كل حاجه، لكن عربيتك انت لقوك محروق في عربيتك. مش انا يا نادي. امال مين؟ واحد تاني. هحكي لك على كل حاجه.
أنا مش فاهم إيه اللي خلاه يروح القلعة ويقع الأوتوموبيل من على الجبل ويتحرق الأوتوموبيل وهو جواه لدرجة إنه يبقى فحم. أنت متأكد إنه هو؟ هو يا منيرة هاني، هو بالتأكيد. ليه نتعلق بالأوهام ونخدع أنفسنا؟ أنا تعرفت عليه من الساعة بتاعته والخاتم. ربنا حقق لي أمالي. ماضية ماليش بيه أي صلة. أنت مستقبلي. لو تخليتي عني أبقى ضيعت الماضي والمستقبل. أنا أتخلى عنك بعد كل اللي عملته علشاني. نبعد عن مصر، نسافر اسكندرية. والعشرة آلاف جنيه اللي عرضتهم عليكي لسه معايا، أظن يكفونا لغاية ما أدبر أمري. مالك يا سامي؟ أنا ضعت يا نادية. إحنا ضعنا. إيه اللي حصل؟ المبلغ اتحرق في العربية. نسيته في الجاكيت اللي اتحرقت. سامي، ازاي نعيش من غير مولود؟ انا حاولت مستحيل اني احتفظ بيكي، لكن ربنا مش رايد. انا دي ما باليد حيلة، لازم نفترق. انا همشي. واذا رضيت انك تمشي برضو انت تسيبني؟ تعملي ايه يا نادي؟ هنسافر اسكندرية. انا محوشة قرشين وتتدبر. مفيش فايدة، كل ما اروح في حتة يطلبوا مني التحقيق الشخصي. فاتورة الحساب. يا خبر، 35 جنيه. احنا فاضل معانا كام؟ اللي فاضل موجود في الشنطة. أنا غرقت وغرقتك معايا يا نادي. ما تيأس يا سامي. ما يأس إزاي؟ الأبواب كلها مقفولة في وشي. اسمع يا سامي، أنا قريت إعلان في الجرايد إن فرقة الأستاذ محسن وصلت اسكندرية، فإيه رأيك؟ رأيي إيه؟ عاوز الشغل عند محسن؟ أنت بنفسك اعترفتيلي إنه بيحبك. بلاش يا حبيبي، إذا كان بيزعلك بلاش، ما تزعلش نفسك. أيوه بلاش، أنا هعمل المستحيل وما تشتغليش على نفسي. هعمل المستحيل. يعني تحب أستعلم عنك منين؟ ما تتعبش نفسك يا دكتور، أنا صحيفتي مش بيضة. اسكت يا نادية، مش لقيت وظيفة ممرض بستة جنيه؟ ويمكن يوصلوا البقشيش لعشرة جنيه. صحيح يا سامي. نادية، تقبلي تعيشي معايا في أوضة فوق سطح؟ وأقبل أقل من كده كمان. وماله مادام هنكون مع بعض.
بس في شرط لازم نقبله احسن تروح من الوظيفة دي. ايه هو؟ ان انا اقدم شهادة حسن سير وسلوك. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا سامي؟ حرام عليك، ارحم نفسك. يا نادي انا كنت بجربك، مادام قبلت تعيشي معايا في اوضة فوق سطح يبقى مش ممكن هتخونيني. اشتغلي في التياترو، مفيش مفر. Baby.
وننغم لي يا وطن رنا أسقيك بألحان سوريا غني قوي وخايفه الطشوا منين؟ ده انتفايه قوي يا روحي. يا حبيبتي ده انا عيني مليانه مليانه قوي، ده انا احتكي من الليمون دول على 4 دكاكين جزار وبورين طحين وما كانت بالك. يبقى واحد من الاعيان؟ ابدا وحيد البنتلاته مش واحد بس. رجعت للشرب تاني. الشرب بينسيني حاجات كتير، بينسيني اني عاجز عن العمل وعالي عليكي. ما تقولش كده يا سامي. بينسيني اولادي، بنتي، ابني اللي غشتهم وخليتهم يبكوا على قبر مزيف مش قبر. وبعدين معاك يا سامي، ارحم نفسك يا حبيبي وارحمني. عايز انسى البص اللي حرقته وحرقت معاه ضميري. نار الندم بتكويني ليل ونهار. عايز انسى نفسي. الدكتور سامي، الطبيب المشهور فخر مهنته، مات. أنا مين؟ أنا شبح بين الأحياء، حقير، ماليش كرامة ولا مكانة في المجتمع. عملت ده كله وهاين علي عشان أكون جنبي. إنما القدر مش راضي. طول النهار بالليل في تياترو وانا لوحدي. طبعا هي تعبانه مجهده
محطمة للحقير السكير. مفيش وقت للهنا والحب، ماليش نصيب، ماليش نصيب حتى اسمعي انما محسن اسمعي يملعني منك، الغيره هتقتلني. ارجوك يا سامي. ناديه انت بتعيطي، انا اسف غصب عني. اضحكي اضحكي، غنيلي غنيلي لوحدي. حاضر يا فندم. يا دكتور تليفون على شان. الو مين يا فندم؟ انا الدكتور علي. حاضر. ايوه ناديه، دول 100 جنيه علشانك. لكن دول كتير، انا ما كنتش باخد قد كده الاول. ده اقل ما تستحقيه بعد النجاح العظيم اللي نجحتيه. وانا جايب لك كمان بصفتي الشخصيه هديه بسيطه. لكن يا محسن انا ما استحقش حاجه من ده كله. يا ناديه انت عارفه قد ايه انا بحبك، وحسيت في يوم من الايام انك بتبدليني نفس العطف. صحيح شعرت ان في واحد وقف بينا، لكن دلوقتي متأكد ان احنا بعض، وانك في يوم من الايام هتحملي اسمي. الايام خذلتنا، لكن قلبي كان دايما حاسس انك هترجعي. يا محسن انت اخذلتني، مش عارفة اقول لك ايه. انا مش عاوز اضحك عليك، قلبي مش في ايدي. طيب سيبيني اكذب على نفسي واحلم انك في يوم من الايام هترجعي لي تاني. هات انت الحاجات. يا نادية، إنني حكمت على نفسي بالموت، فمن المستحيل أن أعود إلى الحياة، ومن الظلم أن أجرك إلى المصير الذي كتب علي. ابحثي عن السعادة ولا ترتبطي بي ولا تنتظري. أنا شخص مات وانتهى أمره، احزني من أجلي، اطلبي لي الرحمة والغفران، ولكن لا تنتظريني، فلن أعود أبدا. لازم تاخدي بالك من نفسك.
انت بتاخدي الدواء ولا لا؟ ما بتاخدش حاجة أبدا، دي مهملة أوي صحتك. لا لا يا منيرة هاني، انت قلبك تعبان ولازم تواظبي على العلاج. وعشان كده عايزة اطمن على سامة. فات سنتين دلوقتي، حددوا يا ابني معاد لكتب الكتاب. زي ما انت عاوزة، اللي تشوفيه. سنتين زي 10، حزني وندمي عليه مش هيكفيه العمر. الله يرحم، كان عايز الجوازة دي تتم بأي شكل، ولازم تتنفذ. الله يرحمك يا بابا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا غافر الذنوب يا رب، أولادي في حماك يا أب كل يتيم، يا ملجأ كل مظلوم. مالك يا ابني؟ أنا من زمان من أحسك، أنت حزين على مين؟ حد مثلك؟ أولادي، عيلتي راحت مني. لا حول الله، وإذا كان حادث؟ راحوا في حادث؟ حادث أنا السبب فيه، وأنا ضحيته. يا ابني ما تعذبش نفسك بالماضي، سلم أمرك لله وخلي عندك إيمان. إيمان؟ ولولا إيماني بالله كنت قدرت أتحمل. أنا تحملت كتير، تحملت الجوع، الألم، الندم، الذل. حد غيري كان تخلص من حياته، لكن إيماني بالله هو اللي مخليني عايش وممتثل لحكمه العادل وجزاؤه، لأن جزاؤه من جنس عملي. أنا بكفر بالألم والندم، هو عالم بأمري وهو اللي تولاني برحمته. وأنعم يا ابني بالعبد المؤمن النادم. بعدين بابا هيزعل منك اذا ما كلتش. مش عارف. قول يا بابا احسن اذا ما كلتش مش هركبك معايا العربيه تاني. اسمع كلام بابا يا حبيب. صار حراما عليه الى الابد ان يكون من هذه الاسره السعيده. حكم على نفسه بالموت، فكيف يعود الى الحياه؟ تعال هنا بتبص على الناس، انت كل يوم بتيجي هنا بتلف حوالين الجنينه، انت حرامي. اسمع، لو شفتك هنا مره تانيه هوديك البوليس. كيف يثبت انه لم يقتل الرجل الذي ذهب باسمه؟ إن وراءه الماضي الملوث، فليضحي بنفسه إذن من أجل أولاده، وليعد إلى الظلام فقد فاته القطار. بيقولوا الحب
نادية، مش تسمحي لي اوصلك؟ انا مش قلت لك كتير ان احب اروح عشان هفضل دايما لوحدي؟ وبعدين يا نادية، انا قلت لك ان قلبي مش معاك، مع واحد هفضل استناه طول عمري. امرك، لكن برضو مش هفقد الامل. مصر له من وفاء، إنها لا تزال تنتظره وتتمنى لو عاد، ولكنه أصبح إنسانا لا حياة فيه ولا رجاء منه، وتأبى كرامته أن يعيش عالة على امرأة، ويأبى قلبه أن يقف في سبيل من أحب. فليتركها إذن تشق طريقها إلى السعادة، وليمضي هو في طريقه إلى الشقاء، فلا مكان الآن في قلبه للحب، لقد وهبه للندم وللسماء، يلتمس منها أن تهبه النسيان والغفران.